بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء على بركة الله وتوفيقه، ينطلق الشوط التاسع بتعداد أشواط الفترة الصباحية، وتنطلق مسيرة انطلاقة سن الحقائق مع المنافسة الجميلة والشعارات المتواجدة المنطلقة على أرضية هذا الميدان. نتواصل بالوصي والتعليق مع الخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة، كي أرى أول المراكز والمتواجدة زاهية لسعود بسلطان بن مبارك أسند الهاجري، يقدم لنا زاهية مع أول المراكز. المركز الثاني هنالك التواجد والانطلاقة من قبل الشيحانية عبد الله بن راشد بن محمد الزبداني المري مع المركز الثاني. ثالث المراكز تواجد وتقدم من قبل منوة شبيب بن محمد بن عمير رمزان النعيمي مع المركز الثالث. رابعا أتابع الانطلاق المميز والقدوم من قبل شهنية مسفر بن علي بن محميد، يتقدم شعار في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة المميزة ومع تواجد الأسماء الكبيرة والمنطلقة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى أول المراكز كي أرى من هو على المقدمة وعلى الصدارة. من هو الشبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، يقدم من هو بتقدمه الجميل بتواصله المميز مع أول المراكز، ويمن الناس بانتزاع نقطة بهذا الشوط وينتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني تواجد العنود جار الله بن علي بن راشد الفيد المري، وهناك ايضا تقدم وتواصل من قبل احد الاسماء المميزه خيال لسعد بن عبيد بن راشد الفيد المري، ينطلق شعاره بهذه اللحظات ويتواصل مع المقدمه مع التقدم والصداره ومع انطلاق القياده السليمه لمجريات هذا الشوط. المركز الثاني منه مع شعار النعيمي. المركز الثالث اشاهد واتابع القدوم من غايه، وصلت غايه، غايته الناموس، غايته التميز، غايه لفهيد بن محمد بن راشد الفهيد المري، ينطلق شعاره يتسلل من الجانب الايمن يسلم، غايه مع الصداره، غايه مع المقدمه كما اسلف، غايته الناموس، غايته الابداع، غايته ايضا الانتصار، ولكن وصل شعار العتيبي عبد الرحمن بن سلمان العتيبي، ينطلق شعاره مع المركز الثاني، شعار نوف او الهنوف بالفعل ينطلق بانطلاقه تحت الأسماء، مسطورة، وصلت مسطورة، الله مسطورة، ولكن غاية، غاية مسطورة، غاية الناموس يحتار، ولكن غاية، غاية وانتزاع أول المراكز الثاني، والتبريكات نزفها لمالك غاية فهيد بن محمد بن راشد الفهيد المري. المركز الثاني كان الوصول من قبل مسطورة، من وصلت على ثاني المراكز لعبد الرحمن بن سلمان العتيبي. المركز الثالث كان الوصول من قبل مخايل للهوب بن طالب بن شريم. المركز الرابع كان القدوم من قبل رابع المراكز خيال لسعد بن عبيد الفهيد المري. المركز الخامس كان القدوم من قبل حاملة الرقم 68 لحظات وفيكم بصاحبة المركز الخامس. الذيبة هي من حصلت على خامس المراكز، والمملوكة لمحمد بن حمد بن سالم بن جهويل المري. نهني إذن مشاهدينا متابعي الأعزاء، متابعين شاشات قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الانطلاقات المميزة والناقلة لهذه الأحداث الجميلة التي تدور على أرضية ميدان التحدي الذي نشهد من عبره التحدي الجميل. شاهدنا مسطورة وانطلاقتها وقاية وتواصلها مع الصدارة، قاية ومسطورة، كانت المنافسة دائرة ما بين هذه الاسمين القوية والشعارات المميزة في شوط الذي انقضى قبل قليل، وتواصل قاية من انتزعت أول المراكز وانتزعت ناموس هذا الشوط. توقيتها الزمني 2:53:44 جزء من الثانية، هذا هو التوقيت قاية، وتوقيت أيضا مميز لحظة وصولها مع أول المراكز. غاية كانت مملوكة بالفعل، غاية مملوكة لفهيد بن محمد بن راشد الفهيد المري. ثاني المراكز مسطورة وزمة 2:53:62 جزء من الثانية، الثاني التبريكات نزفها لمالك مسطورة عبد الرحمن بن سلمان المغيري العتيبي من حصل على المركز الثاني.
ثالث المراكز كان الوصول من قبل شعار بن شريم دقيقتين 56 ثانية 36 جزء من الثانية. التهاني والتبريك كان نزف لهم بن طالب بن شريم المري على حصوله على المركز الثالث في هذا الشوط الذي قضى قبل غريب.